آخر أخبار انتقالات اللاعبين، حيث أكدت الديلي ميرور أن أرسنال مهتم بشدة بضم الدولي الجزائري ياسين إبراهيمي من بورتو البرتغالي. الصحيفة أكدت أن الغانرز يسعون لضم صفقة قوية في مركز الجناح في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الفريق بشكل جيد. هذا وكانت إدارة المدفعجية قد أبدت رغبتها بالتعاقد مع الجزائري رياض محرز صانع ألعاب فريق ليستر سيتي الإنجليزي، ولكن هذه المفاوضات انتهت بالفشل بعد أن جدد مع فريقه ليضع أرسن فينجر نصب عينيه للتعاقد مع ياسين إبراهيمي جناح فريق بورتو في الصيف الحالي. هذا وأكدت الصحيفة أن أرسنال أبدى استعداده لدفع ما يقرب من 40 مليون جنيه استرليني من أجل ضم اللاعب في ظل رغبة المدرب الفرنسي القوية في تدعيم هذا المركز بالفريق. فوز العداء الجزائري توفيق مخلوفي فوزه بالميدالية الفضية في سباق 1500 متر. الخبر ذكرت أن المخلوفي استطاع أن يسير السباق جيدا، غير أن السرعة خانته في الأمتار الأخيرة فلم يستطع اللحاق بالأمريكي ماتيو سينتروهتز والذي نال الذهبية وهو الذي لم يكن مرشحا للفوز بها. سقوط الكينية كيبروك في منتصف السباق رفع من حظوظ مخلوفي في التتويج بالذهب، رغم أن الكيني استطاع العودة واستعادة تركيزه، غير أن مخلوفي استطاع تجاوزه بنحو 150 مترا قبل نهاية السباق، لكنه عجز في التفوق على العداء الأمريكي ليكون رصيد مخلوفي والجزائر ميداليتين فضيتين خلال أولمبياد ريو. في العامل الفردي في العامل المهاري وكان مؤثر في عملية الأسس في التمرير والتسديد من خارج المنطقة. ميدو مباراة ممتازة كانت لمحرز، أفضل كتير من المباراة الأولى، وهو ده محرز بتاع الموسم الماضي. محرز في المساحات هيبقى أفضل، أدى مباراة كبيرة، دخول العمق الملعب وصناعته للأهداف لكرات البينية لفاردي في المساحة كانت مميزة جدا. محرز لعيب كبير، محرز لو تسيب له مساحات يقدر ان هو يصنع الفارق. الفريقين افضل من الجوله الاولى. ارسنال عنده مشكله ان في الثلث الاخير زي ما احنا قلنا اللعيبه ما عندهاش باشون كفايه ان هي تكسب الفريق الماتش. هو مين اللي بيصنع الفارق لما تكون الدنيا مقفله؟ مين بيصنع الفارق؟ نواف اللعيبه اللي في الثلث الاخراني اللي في الهلال ومنتخب السعوديه لما كانت الدنيا تقف، نواف هو اللي لازم شخصيته، اللعيب اللي لازم شخصيته هي اللي تجيب الثلاث نقاط. ده مش موجود عند ارسنال. بص على الفرق بين الباشون اللي بيلعب بيه امبارح ابراهيموفيتش وبيلعب بيه روني وبيلعب بيه بوجبا، بص على الباشون اللي بيلعب بيه كوستا، وبص على ويلكوت، وبص على ويلشر، وبص على 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 على, على شامبرلين. انا بقول دايما ان كل فريق بي 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 بيكتسب شخصيه مدربه، وارسنال مكتسب شخصيه ارسن فينجر، تشيلسي مكتسب شخصيه كونتي، بيكسب اخر دقيقه، بيحارب لغايه اخر دقيقه، مانشستر يونايتد مكتسب شخصيه مورينيو، والسيتي مكتسب بشخصيه جوارديولا، ونفس الكلام بالنسبه لليفربول وكلوب، ودي واضحه في الكوره. ارسنال بيفتقد ان اللعيبه اللي تقدر تقتل المباراه، اللعيبه اللي تقدر تصنع له الفارق، مش من الناحيه الفنيه ولكن من الناحيه الشخصيه، من ناحيه اظهار الباشن او الشغف ان هم يقدروا ان هم يصنعوا الفرق. وهي دي هو ده الفرق بين ارسنال واي فريق تاني موجود يقدر ينافسه على البريمير ليج. طيب دكتور، اذا كان ميدو يعتقد بان هناك مشكله لدى الرغبه من لاعبي فريق ارسنال سواء الاساسيين او حتى الاحتياط، اين يمكن ان تحل المشكله بعد جولتين ونقطه واحده لارسنال؟ حل المشكله كان يعني بامكان ارسن فينجر منذ اشهر بعد انتهاء الموسم بحث عن راس حربه والبحث عن مدافع واكتمال صفوف لهذه الاسماء اللي تكلمنا عنها وهذه المراكز اللي كان بحاجه لها، لان مثل ما احنا شاهدنا الارسنال كان يعمل كل شيء، كان يفتك الكره، كان يحضر، كان يستحوذ، يعمل على الاطراف، يسرع من رتم المباراه، لكن يفتقد الى اللمسه الاخيره اللي كانت غير موجوده. وهذا طبعا هذا الشيء يسبب مشكله كبيره جدا لاي فريق على مستوى العالم. طيب شكرا لك دكتور، سنعود بعد قليل الحديث اكثر عن تفاصيل هذه الجوله. الان مشاهدينا الاعزاء اشكر محلي بي ان سبورتس كابتن نواف التميات محلل بي ان سبورتس نجم الكره السعوديه سابقا. كابتن نواف شكرا لك، شكرا لك، اعتقد ان الاستديوهات قادمه. شكرا ايضا للكابتن احمد حسام ميدو نجم الكره السابق توتنهام وايضا محلل القناه. شكرا لك ميدو. شكرا. ودكتور طارق نلتقي باذن الله تعالى بعد دقائق من الان. انا
مليون يورو، سريع هذه الأرقام. صحيح، خاصة في إنجلترا لأنه متابع اللاعب إذا طبعا غير في الرقم نزولا أم صعودا. يجب أن نعلم بأن في إنجلترا الإعلامي إذا لم يكن متأكد من الرقم ومن الخبر من المستحيلات أن ينشر أي خبر، لأن سيعاقب أول الإعلامي، وهذا هنا تبدو أيضا ثقة لدى الإعلامي من أكيد مصادر معروفة، لكل إعلامي مصادره الخاصة، فهو لن يقدم رقما ليس صحيحا لأنه يسوء بذلك للمصداقية أولا للإعلامي وقبل الإعلامي للجريدة والصحيفة التي يعمل فيها. فكل هذه الأرقام صحيحة، وأتوقع بأن محرز ربما سيكون من بين اللاعبين الجزائريين الأكثر في من حيث الرقم الذي سيصل إليه إذا غادر ليستر. أنا أشك في أنه سيغادر ليستر لأن رانيري مدرب صارم جدا سابقا، وأيضا أن درب موسى صايب عندما كان مدربا في فالنسيا مع روماريو البرازيلي، مدرب صارم جدا حتى أنه هو الذي شارك في إبعاد روماريو من فريق فالنسيا الإسباني، فلا يتقدم بهذا الخبر بأن محرز باق معنا وإن لم يكن متأكد من قرار اللعب. ولعب أتوقع بأنه سيبقى لأنه سينجح أكثر إذا بقي في ليستر، إذا غير ليستر قد يكون اللاعب الذي يجلس على كرسي الاحتياط، وهذا لا يناسب هذا اللاعب لمهاراته لما يقدمه لناديه، وأيضا لن يكون في صالح المنتخب الجزائري. هذا هو التصريح الذي تم نقله على نيري، إذا غادر ليستر سيتي قد يكون على دكة البدلاء. هل محرز بهذه القيمة أفضل لاعب في إنجلترا من بين أفضل 11 لاعبا في العالم، 50 مليون يورو في ليستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، يمكن أن يكون احتياطيا في الأرسنال؟ يمكن، لأن كثير من اللاعبين الإسبان مثلا هم أساسيون في المنتخب الإسباني، لكن لأن الريال يملك البي بي سي ولأن أيضا البارسا يملك أثمان فلا يستطيع أن يكون أساسيا مع هؤلاء ثلاثة، وبذلك يجب أن يجلس على كرسي الاحتياط، وهذا لن يخدم اللاعب. لكن هناك بعض اللاعبين يرضون بهذا أن يكون أساسيا أو أن يكون احتياطيا لكن يفوز بالألقاب مع لاعبين كبار، أن يلعب إلى جانب رونالدو أو إلى جانب ميسي، فهذا يعطيه فرصة أيضا لكي يبرز أكثر، وربما اللاعب يوافق على أن يجلس على كرسي الاحتياط. طبعا نبقى مع رياض محرز، هذا اللاعب الذي أثار الكثير من الجدل على الأقل في الفترة الأخيرة بتألقه الملفت للانتباه. هل رياض محرز له من الإمكانيات التي تسمح له باللعب في نادي مثل في نادي مثلا مثل تشيلسي أو حتى الأرسنال بشكل أساسي؟ هو ربما اللاعب الجزائري الوحيد الذي يمكن أن يلعب في مستوى عالي جدا. بقية اللاعبين شاهدنا كيف بدأ إبراهيمي وتوقف، كيف بدأ فغولي والمجموعة كبيرة. لاعبين الجزائريين الذين لعبوا كأس العالم 2014 ولا واحد تألق. محرز لعب مباراة واحدة مع بلجيكا المباراة الأولى، لكن ما وصل إليه لم يصله الآخرون الذين كانوا في المقدمة. حتى الآن بدأ ربما التنافس بين هؤلاء من النجم الأوحد في المنتخب، لكن الآن تأكد بأنه محرز، ومحرز يمكن يلعب في أي فريق، لكن الكبار وأقصد هنا برشلونة وريال مدريد وأيضا بايرن ميونخ لا أتوقع بأنه يمكن أن يكون أساسيا في هذه الفرق، لكن يمكن أن يلعب في أرسنال، ممكن يلعب في ليفربول، ممكن يلعب في تشيلسي حتى، لكن في الثلاثة الكبار العمالقة لا أرى محرز أساسيا هنالك. نعم، باستدلاء هل ترى أنه محرز من الأفضل له أن يبقى في البطولة الإنجليزية أو أنه يغادر نحو دوري آخر؟ الأنسب الآن الكرة الإنجليزية، لأن ليس هناك مهارات في الكرة الإنجليزية. أعود دائما إلى موسى صايب لأنه لعب في توتنهام أيضا، تألق في ذاك الفريق وكان يلعب ممكن ب50% من إمكانياته. موسى صايب كان يصنع الفرص لكلينسمان، يعني أكبر مهاجم عرفته أيضا الكرة الألمانية، مدرب منتخب الأمريكي الآن. كان إذا دخل موسى حتى يلعب 20 دقيقة فيصنع فرصتين أو ثلاثة لكلينسمان أو حتى لجينولا الفرنسي. مهارة تنقص في الكرة الإنجليزية، وبذلك محرز تألق. محرز لا أرى بأن يتألق مثلا في الكرة الإسبانية، لأن كل اللاعبين مهارة ويقدمون مباريات كبيرة من الجانب الفني، لكن في إنجلترا هو سريع وأيضا ذكي وأيضا ماهر، أي يعرف كيف يراوغ، عنده انطلاقات سريعة، وهذا يخدم الفريق. شاهدنا كيف أن بمهاجمين فقط
ليستر تمكن من الفوز باللقب، وهذا ولا احد كان يتوقع بان ليستر، حتى ليستر نفسه وحتى رانيري لم يكن يصدق بانه ذات يوم سيفوز بهذه البطوله صعبه جدا في الدوري الانجليزي الممتاز. ما الذي ينقص محرز او اللاعبين الجزائريين؟ انا اخص محرز لانه افضل لاعب في الدوري الانجليزي، هذا ما اقوله دائما، ومن بين افضل 11 لاعبا في العالم. لما نقول لك في العالم يعني ميسي وكريستيانو رونالدو واسماء عديده. ما الذي ينقص محرز حتى يكون مثل مثلا ديدي دروغبا واسماء اخرى التي تالقت بشكل ملفت للانتباه في الدوري الانجليزي؟ يحتاج الى وقت، لانه منذ 3 سنوات محرز لم يكن شيء. محرز اصبح لاعبا عندما استدعي الى المنتخب الجزائري، كان لديه مهارات لكن شئنا ام ابينا ضايد اعطاه الفرصه واقحمه في المنتخب، رغم انه اخر لاعب يلتحق بالمنتخب لم يشارك في التصفيات، لكن ربما ظلمه عندما لم يشركه في المباريات الاخرى، لم يلعب كثيرا في مباراه بلجيكا، كان ممكن ان يقدم اضافه الى المنتخب لكن لم يعطى هذه الفرصه، لكن مع ليستر بعد ذلك اثبت بانه من طينه الكبار، انه لم يكن، رغم ان جسمه الذي يشاهد صوره هذا اللاعب يرى بانه لا يستطيع يتحمل قوه الانجليز، الالتحامات، القوه البدنيه، لكن مهاراته وذكاؤه في اللعب سمح له بان يتفوق حتى على مدافعين كبار ويسجل اهداف ربما ستبقى تاريخية، خاصة في نادي مثل تشيلسي مثلا. بورصة اللاعبين الجزائريين في أوروبا ارتفعت الفترة الأخيرة لما نرى محرز أو حتى إسلام سليماني الذي اشترط نادي سبورتينغ لشبونة 30 مليون يورو. تعرف جيدا أنه 30 مليون يورو في أوروبا مبلغ كبير مقارنة بإسلام سليماني الذي لم يكن ربما شيئا قبل سنوات مثل ما قلنا على رياض محرز. هل نملك صحيح أنه لاعبين باستثناء محرز ومحرز وإسلام سليماني ربما لأثيرت حولهما العديد من الأخبار، نملك لاعبين لديهم القدرة أن يلعبوا في نوادي معروفة كبيرة؟ لا أتحدث عن البطولة الفرنسية أو باستثناء باريس سان جيرمان، أتحدث عن أندية كبيرة مثل تشيلسي أو أرسنال أو برشلونة أو حتى أندية أخرى. حتى هذه الأندية حتى الآن لم توقع مع هؤلاء اللاعبين، حتى الآن محرز لم ينتقل وسليماني لم ينتقل، يقولون ايفرتون قريب جدا من سليماني، لكن الوحيد مندي هو الذي وقع ومع بيتيس، واتوقع بان هذا اللاعب سيستفيد ايضا والمنتخب الجزائري سيستفيد منه، لانه سيلعب مباريات كبيره، اولا سيلعب ديربي الاندلس امام اشبيليا، سيفيا الذي فاز 3 مرات متتاليه باوروبا ليج، والذي الان يغادره مدربه الى باريس سان جيرمان اوناي ايمري، وفي نفس الوقت ايضا سيلعب امام الريال، سيلعب امام البارسا، هذا سيفيد مندي كثيرا، الذي عجبت كثيرا بقراره انه لن يوافق ان يذهب الى اي نادي اخر في فرنسا، وجاءته هذه الفرصه ربما من السماء ان يلعب في نادي بيتيس.